طيب احنا الحمد لله مرة جربنا كل الطرق اللي ممكن تخطر على بالك وفشلت في ان احنا نطول شعرنا. عملنا حمامات زيت، عملنا حمامات كريم، استخدمنا زيوت هندي، انيميا ما عندناش، بنشرب مية على قد ما نقدر، اكل بناكل كويس، رغم ذلك لسه برضو شعرنا طوله محدود جدا، غير ان في حالات اصلا ما بيطولش اصلا خالص الشعر فيها. ازيكم يا بنات، وحشتوني جدا. النهارده هقول لكم على طريقه تطويل الشعر سهله جدا تقدر ان انت تنفذيها في البيت، امنه تماما، ما فيهاش اي مشكله. هي طريقه الانقلاب او طريقه انفيرجن ميثود. الطريقه دي فعلا حلوه جدا في ان هي بتطول الشعر من 2 ل 4 سم في الاسبوع. اولا كده في شويه ممنوعات، لو انت عندك انيميا او حامل او بترضعي او عندك ضغط فما ينفعش ان انت تعملي الطريقه دي. الطريقه ديت هنشتغل على الدوره الدمويه بحيث ان احنا نشغلها بصوره افضل وبصوره منتظمه اكتر. ده بيساعد ان الدم يوصل من الجسم للفروه، وده اللي بيحفز البصيلات ان هي تشتغل تاني. لو ضعيفه ما بتطولش، لو فيها مشكله تساقط، لو اي مشكله فهي بتعالجها بصوره افضل. الطريقه ديت لما تيجي تعمليها تعمليها كل اسبوع من اول شهر، يعني هتيجي مثلا شهر اكتوبر هتعمليها من 1 لحد 7 اكتوبر، هتيجي نوفمبر من 1 ل 7 نوفمبر، وهكذا. اشمعنى يا مورا؟ علشان ما نخليش الشعرايه تتعود على الطريقه ديت، وبالتالي مع الوقت هنلاقي ان الشعر مش بيستفيد اصلا من الطريقه. بالظبط زي فكره الكلينزر او فكره الغسول للبشره، لما بنستخدمه فتره طويله بنضطر ان احنا نغيره، وبعدين ممكن نرجع نستخدمه تاني بعد فتره عشان بيبقى اوريدي البشره اتعودت عليه، فبالتالي بيبقى مفعوله اب. الطريقه دي بتعتمد على زيوت البيور خالص، وكمان الزيوت الاصليه واللي انت متاكده ان هي اوريجين. انا بالنسبه لي بحب جدا ان انا استخدم زيوت تكون مفيده ومناسبه لكل انواع الشعر، وبتقلل المشاكل اللي موجوده فيه زي الهيشان، فبستخدم زيت جوز الهند زي مثلا ان هو خفيف شويه، فممكن استخدم زيت خروع او زيت جرجير. وطبعا الاساسي او التوب دايما زيت الزيتون. بنجيب الزيوت دي كلها وبندفيها على حمام بخار. اشمعنى؟ علشان ده بيساعد لما بنيجي نحطها على الفروه ان الفروه يحصل لها زي تشوك او زي صدمه كده بسيطه، بالتالي بتفتح المسام اللي موجوده فيها وبتقدر ان هي تستفيد من كل الزيوت اللي موجوده ديت او اللي انا بدخلها، فطبعا بيبقى النتيجه مضاعفه وبتبقى النتيجه اسرع. بنجيب الشعر وبنقسمه 4 ارباع عشان الشعر نضمن ان هو فعلا استفاد من كل الزيوت اللي انا هحطها. بعد كده هبدا باطراف صوابعي ان انا اعمل حركات دائريه على الفروه نفسها. اشمعنى؟ ده بيساعد ان الفروه تستفيد اكتر بحركه المساج اللي انا بعملها، وحركه التدليك ديت بتخلي ان الفروه نفسها كلها تستفيد من كل انواع الزيوت اللي انا بدخلها بلس الزيوت الطبيعيه اللي اوريدي موجوده فيها. بعد كده ببدا ان انا اسحب الزيت لباقي الشعر من الشعرايه نفسها لحد اطراف الشعرايه، وابدا ان انا اركز شويه على اطراف الشعرايه خصوصا لو الشعرايه عندي هيشه. بعد كده بجيب كرسي وبقعد عليه وببدا ان انا اقلب راسي لقدام بحيث ان الشعر كله يبقى مقلوب لقدام. صوابعي وبحركات دائريه بسيطه جدا ببدا ان انا احرك في كل راسي بحركات دائريه. اعمل الحركه دي مثلا من 4 ل 5 دقائق على حسب قدره التحمل بتاعتك، بس ما يفضلش اقل من كده. نسيب الزيت موجود على شعرنا حوالي ساعه ونص لساعتين على حسب قدره تحملك انت او الوقت اللي عندك، وبعد كده بتغسليه عادي جدا بالشامبو. طيب استخدم بقى شامبو ايه؟ انا ما بفضلش اي حاجه فيها سلفات او برامين، بفضل دايما الحاجات اللي بتبقى طبيعيه او فيها حاجات طبيه. ده يا مورا طب ما انا شعري كده هيبقى ملزق او مش هيبقى حلو ومش هيبقى نظيف جدا، ممكن يعمل قشره وكل الكلام ده. انت ممكن تعملي في نهايه السبع ايام تغسلي شعرك بالشامبو عادي اللي هو القوي اللي هو اللي فيه سلفات اللي هو في الاسواق العادي مره واحده بس، لكن بقيه السبع ايام او من بدايه السبع ايام اما تغسليه بميه كويس جدا او تستخدمي اي شامبو تاني يكون ما فيهوش اي حاجه من السلفات او البرابين اللي انا اتكلمت عليها. هل ممكن ان انا استخدم زيوت يعني شويه تكون اقوى في التتقيل مثلا او تعمل نتيجه اسرع زي زيوت الهندي او زيت مثلا روزماري او مثلا زيت الجرجير؟ لا طبعا. ليه؟ لان الزيوت دي تبقى حاميه قوي على الفروه، وخصوصا ان احنا هنحطها مش مده قصيره، مش هنحطها مثلا 5 دقايق ولا 10 دقايق، اللي احنا هنحطها يوميا حوالي ساعه مينيمم، فدي طبعا ممكن تعمل حساسيه، تعمل التهاب، تعمل حبوب، تعمل قشره، لا قدر الله ممكن تضعف اصلا بصيله الشعرايه، بدل ما احنا عايزين ان احنا نرجعها لطبيعتها او نرجع ان هي تنمو تاني، لا ممكن نعجزها ونوقف نموها. يا رب فكره الفيديو النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتكتبوا لي تحت في الكومنتات لو انتوا فعلا جربتوا الطريقه ديت وجابت معاكم نتيجه، او لو انتوا ناويين تجربوها فقولوا لي برده تحت في الكومنتات، واشوفكم حلقه جديده وفيديو جديد، وباي باي.